профессор, коллеги, друзья. Прежде всего хотел бы от имени زملاء الكرام سيد ناصر العزيز قبل كل شيء باسم الوفد الروسي أريد أن أعبر امتناننا لجلالة الملك ولصديقي العزيز وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على ترتيب الرعاية للمنتدى على هذا المستوى العالي، وأن لقائنا يوقت في ظروف التصعيد غير مسبوق للوضع في الشرق الأوسط وفي ظروف الاضطرابات القائمة في العالم. هناك التهديدات وطابعها الشامل، وتعمل ذلك تزداد من حاجة الموقف المشترك من حل المشاكل في المنطقة وتوفير تطورها المستدامة، وهذا ما يرمي إليه عملية المنتدى الروسي العربي تم إنشاؤه في 2009. وخلال السنوات الماضية أكدت المنتدى كآلية مهمة، وأن لقائنا الأخير في هذه الصيغة عقدت في موسكو في 2019 واستنتج بإقرار خطة العمل لتحقيق المبادئ وأهداف ومهام لآلية مشتركة. ورغم من التعديلات أدخلت جائحة كورونا، ولا رغم من أن طولنا شوي في التنسيق وحصول على توافق على موعد لقائنا اليوم، أغلبية النقاط للخطة تم تحقيقها بالفعل، وهذا يساعد في تطوير التعاون متعدد الجوانب مع العالم العربي. وإن أجندات اليوم مكتظة بالقضايا في شرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشتعل حتى الآن عدد من الأزمات والنزاعات التي تردع إمكانيات لتطوير مستدام لهذه المنطقة، لها أفق اقتصادية وثقافية غنية وواعدة. وبعد الهجمة الإرهابية في 7 من أكتوبر تفاقم الوضع في أقدم النقطة الساخنة لهذا الجزء من العالم في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي هذه الحالة العنف يعني غير مسبوق ومستوى العنف الكارثي، وهناك عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وأغلبية منهم الأطفال والنساء، وتزداد معاناة السكان القتال سوءا بسبب الحصار المفروض من قبل إسرائيل. وأن المهمة أولية بالنسبة لنا وقف رقة الدماء وتوفير الظروف اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين. وللأسف كما تعرفون كل محاولاتنا مع حلفائنا على تبني قرار في مجلس الأمن الأممي تواجه المقاومة شديدة من قبل الولايات المتحدة التي تتمسك بموقف أحد الجانب المؤيد لإسرائيل، وتحاول إفشال جميع المبادرات كالعادة. غير أن يعني في التنسيق مع أصدقائنا وشركائنا نستمر في بذل الجهود لصالح الاستقرار طويلة الأمد للوضع وتحويل الجهود إلى تسوية نزاع في المسار السياسي والدبلوماسي. ومن الواضح أن الاندلاع العنف بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تستمر وسوف يتكرر حتى ما تم إزالة الأسباب الجذرية للصراع، وهو عدم العدالة طويلة الأمد وعدم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته مع العاصمة في القدس الشرقية في حدود عام 1967. وفقط مثل هذا الموقف المتوازن قد تؤدي إلى الأمن المستدام في المنطقة. وإن الموقف الروسي يشابه مواقف الدول العربية التي أكدتها الدول العربية خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض في 11 من نوفمبر. وفي الظروف الحالية من المهمة المشتركة توفير الدعم للأطراف النزاع في بدل عملية متفاوضية وحل الجميع الخلافات في إطارها، ونحتاج إلى آلية دبلوماسية المشتركة الرامية إلى تحويل إلى الواقع قرارات المجتمع الدولي.
ومن المهام الأساسية إعادة البناء والاستئناف الوحدة الصفوف الفلسطينية. وحتى قبل بدء التصعيد هذا نحن اقترحنا إجراء المشاورات الوزارية لتوحيد المواقف للجميع اللاعبين والدول في المنطقة حول القضية الفلسطينية، وأن هذه المبادرة لا تزال قائمة وسارع المفعول. وبشكل عام نحن نلاحظ التوجه إلى تقوية الدور الدول العربية في المنطقة وفي بلورة المواقف لحل المشاكل في المنطقة. وهذا ما ساعد في الوصول لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية وتسريع عملية التطبيع الشامل بين سوريا ومحيطها العربي عن طريق العودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وأن هذه الديناميكية إيجابية تحتاج إلى الدعم، وخصوصا أن الآن صار الواضح أن بعض القوى الخارجية قبل كل شيء الولايات المتحدة تستخدم التصعيد في المنطقة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في مصالحها، وتحاول إشعال فتيل الحرب الإقليمية وإغراق المنطقة في دوامة الفوضى الدموي. وهناك مئات الآلاف من القتلى والضحايا والتدفقات الكبيرة للنازحين واللاجئين، والهدف الواضح هذا إضعاف الدول التي تنظر فيها الواشنطن كمنافسين جياسيسيين. وهذا السلوك الأمريكي معروف على مثال الأحداث في أوكرانيا. وكما يقول الآن منذ فترة في الغرب لمنع بوتين وصول إلى الفوز في أوكرانيا، وتستمر الغرب بتغذية النظام في كييف بأسلحة مميتة. وليس السر لأحد أن زيلينسكي ومحيطه يقع تحت إدارة من الخارج وسيطرة من الخارج، وأوكرانيا تلعب الدور آلة في أيادي الغرب المشترك، وبيدق أو جندي في اللعب الكبير ووقود للحرب لخدمة المصالح الأمريكية. وإن الأحداث في شرق أوروبا وشرق الأوسط وخط الفاصل في المواقف بين الدول الغرب والجنوب تشير إلى أن العالم يقول الآن على الشعب مصيري للطريق. وفي الحقيقة هناك يقع السؤال، هل سوف ينجح في تشكيل النظام العالمي العادل الديمقراطي بالفعل المعتمد على الدور المركزي للأمم المتحدة وتوازن المصالح للاعبين المحوريين، أو سوف تستمر الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الاستعمارية السابقة في فرض أجندتها للمجتمع الدولي. ونحن نعتقد أنه من المستقيم التقحقر السير الطبيعي للأشياء. وقد بارز وتقدم في الساحة الدولية مراكز القوى النامية الجديدة، تقع الدول العربية مكانا مهما بينها. وكلما سرع الغرب في تفهم هذه البديهية الأبجدية كلما كان أفضل له. واليوم العالم يستمر أن يعيش حالة من العاصفة، ومن المهم أن نرجع لمنابع وهي المسجلة في ميثاق الأمم المتحدة المبادئ الأساسية لمعاشرة الدولية، ومن بينها مساواة السيادية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومساواة السيادية للدول. وأن روسيا كعضو داعم في مجلس الأمن الأمم سوف تستمر أن تعمل بكل المسؤولية، وسوف نستمر في تقديم الأجندة التوحيدية ونزهم في تقوية الأمن الدولي وتسوية النزاعات الإقليمية. ولهذا الهدف نحن منفتحين لشراكة صريحة مع جميع أصدقائنا وحلفائنا الذين يتبعون في شؤونها الدولية المبادئ المساواة
والاحترام المتبادل والتوازن. والآن الأمر اليوم نحن نجد الفرصة لنناقش تفصيليا أفق تعميق التعاون الروسي العربي في مجال الثقافي والتعليمي والتجاري والاقتصادي وفي مجال الصحة. وحد ما ذكر زميلي رئيس الاجتماعنا اليوم، وبعد الانتهاء من المفاوضات علينا إقرار البيان الختامي وإقرار الخطة العامة لتحقيق المبادئ والأهداف، وهذا يكون إزغامنا في تقوية العلاقات. وأشكركم على الانتباه.